مرحبا أمي، أنا أجيت. شو عم تساوي هون وليش هيك متأنق؟ لشو عم تخطط؟ مهجة تاي ماما، عادي هون جنبي لحتى نحكي كلمتين. خلص نايمك من هالشي، بتفهم بالحكي أصلا؟ اسمعي لقلك، المسا جاي يشوفك عريس من عنا من الضيعة، جهزي حالك. أمي شو عم يقول هاد؟ مهجة حبيبتي، جماعة شافوك وعجبتيهن كتير، والولد من عيلة كويسة ومحترمة، يعني أبوكي هيك قال لي. قلت له طيب بيتعرفوا على بعض ما في مشكلة، يمكن يعجبك وتحبيه كمان، ومنه بتطلعي من هالسجن وبيكون عندك حياة حلوة مو مثلي يعني. شو رأيك حبيبتي؟ انت اكيد عم تمزحي. لا مو مزح يا بنت، اسمعي لي، بتجهزي حالك المسا وبس نتفق نحن وياهن بتعملي حالك وتنقلعي ماسوشك على الضيعة. طيب ماشي، ايه خليه يجي، مالي خلق ناقشكم بالموضوع اصلا. ماشي. قلت لك هدول البنات ما بيجوا غير بالرص، شفتي حركات الولدنة والمراهقة تبعك؟ خلصت يا خانم، وراح تنضبي على بيت زوجك.